صباح الخير. صباح الخير. انت كنت في زياره للوالد؟ اه لسه سايباه دلوقتي. اخباره ايه؟ هتكون اخباره ايه يعني؟ الحمد لله على كل حاجه. الحمد لله. عن اذنك سعد بيه. ايوه كنت محتاجه اعدي على حضرتك في المجموعه، عندي كلام محتاجه دردش فيه معاك. خير؟ بتهيالي هنا مش هينفع، وبعدين انا عندي كلام كتير ومش عاوز اعطل حضرتك. انا ما اقدرش احدد لك ميعاد دلوقتي، نعدي كام يوم الجايين ان شاء الله بعد بدايه السنه الجديده نقدر نحدد ميعاد بعد افتتاح المجموعه. اذا كنت مستعجله. لا 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 مفيش مشكله، خلاص هبقى اعدي على حضرتك بعد راس السنه. افتح اسمع. في ظرف تاني غير اللي حضرتك جاي فيه، كانش ممكن ابدا اسمح بتكرار الزياره لنفس السجين في اقل من 24 ساعه، خصوصا ان جاي من غير تصريح كمان. لكن انا اب ومقدر. اتفضل. تمام يا فندم، صفوت الدالي بره. دخل. اتفضل يا صفوت بيه. ساعه. تعالى. عن اذنكم هسيبكم 5 دقايق. شكرا. تعالى يا صفوت اقعد. ايه حكاية الولية المجنونة اللي بتقول انها اتجوزت فوز الدالي دي؟ لا سيبك منها ناج، جاي لك في موضوع تاني خالص. ما تتكلم يا سعد. في ايه سيبت ركبي؟ انا فكرت كتير قبل ما اجي لك، بس ده حقك انك تعرف. خد اقرا. يعني ايه؟ يعني شد حيلك. يا حبيبي يا ابني صفوت، انا حاسس باللي انت فيه لاني مجربه قبلك. شد حيلك وربنا يصبرك. يا خير. شاي يا ابو المحاسن بيه. شكرا. وانا ماليش شاي ولا ايه؟ الحاجه عندك، لو عايز قوم اعمل لنفسك. ماشي يا ناجي. من ساعه ما اتلميت على ابو المحاسن وانت شميت نفسك وصوتك عالي. ايه ده؟ ايه يا ابو المحاسن دي؟ لا بقول لكم ايه، لا ابو المحاسن ده كوم لوحده وانتوا كلكم كوم تاني. يا جماعة حرام عليكم، حرام عليكم، مش عارفين نركز في فرض ربنا. ايه؟ مالك يا صفوت بيه؟ منظرك كده زي ما يكون ماتلك ميت. صفوت الله 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 يا باشا. الله أكبر. يا باشا. صفوت يا باشا. ايه ده؟ في الجيران ده؟ كده بقى كل الحسابات اتلخبطت. اللعبة لعبة صبر، وانت الحق معاكي ولا ايه؟ نادية؟ نادية؟ افندي ميدا. شوفي مين برا على البيت. حاضر. مدام رشا المندراوي موجودة؟ نقول لها مين حضرتك يا فندم؟ قولي لها سعد الدالي. طب لحظة واحدة هقول لها. مين يا نادي؟ سعد بيه الدالي. انت بتقولي مين؟ ايه ايه؟ مش ده اللي انت عايزاه؟ ايوه يا احمد، بس يجي بنفس بقولك الحاجة. بقول لك احنا هنقعد نتكلم واقف على الباب. بقول لك ايه؟ القعدة دي ما حدش يقعدها غيركم، انا هقف انا في الجنينة. دخليه عندك هناك وانا جاية بعدك. حاضر حاضر. يلا. اتفضل يا سعد بيه. اتفضل يا بيه.
اهلا وسهلا يا سعد بيه. اتفضل. انت فاهماني غلط. انا ما بحبش الوعاد ولا الرغي. انا جاي اسمع اللي عندك اوام اوام وامشي. طبعا ما قلناش حاجه، بس مش معقول يعني تبقى في بيت ابن عمك المرحوم فوزي الدهلي وما تشربش حاجه. بقولك ايه، انت عجبتيني لما كنت دغري في التليفون. جو السهوكه والحاجات دي ما بحبوش، خليكي دغري زي ما كنت. حاضر، ولو اني يعني اختصر يا مدام. حاضر، حضرتك تقدر تسالني الاسئله اللي انت عايزها كلها وانا هجاوبك عليها بمنتهى الصراحه لحد ما تتاكد من اللي انت جاي عشانه. انا مش جاي احقق معاكي، انا جاي اعرف معنى جمله قلتها لي في التليفون. يعني ايه ربنا كفاني شر خليفه هنداوي على ايد فوزي ابن عمي؟ يا جماعه انتوا ازاي تخرجوها من عند الدكتور ناشد من غير ما تكمل علاجها؟ ده مرض نفسي مش جرح عمليه وهيخف لوحده. في خطر عليها يعني يا دكتور؟ الحقيقه هي صدمه عصبيه مش في وقتها خالص، وعلى حسب علمي انها بتعاني من صدمه سابقه. يا دكتور عايزين نطمن من حضرتك على حاله هبه، مش نقعد نتكلم في كنا وكان. اهدى يا باسم بيه، انا مقدر قلقك على اختك، على الصبح هتبقى كويسه ويا ريت تسافر لمكان هادي. ميرسي يا دكتور، اتفضل. مسافرة اسكندرية علشان اخلص شغل هناك، ايه رأي حضرتك لو خدها معايا ونقعد شوية في فيلة العجم؟ ما ينفعش تسافر لوحدك وهي في الحالة دي خالص يا رضا. خدوا بالكم منها وانا هرجع المجموعة تاني مع اونكل رفقي، يمكن يكون بابا رجع، ولو جه على هنا بلغوني. عايزين حاجة تانية؟ لا يا حبيبي. طب سلام. مع السلامة. طب ايه رأي حضرتك يا مامي تيجي معانا؟ وهو كلنا نغير جو ونبعد عن التوتر ده شوية. أبوكي بس يرجع واطمن عليه وبعدين بيحل حلال. بقولك ايه، انا مش هسمح لاي مخلوق في الكون يشوه ذكرى فوز ابن عمي. انا من الاول عارف انك نصابه، بس انا جاي عشان اعرف اخرك. الله يسامحك، هدي نفسك بس شويه يا سعد بيه. وانا كمان متاكده انك ما جيتش لحد هنا الا لانك متاكد اني مش كدابه. لو عندك دليل على الكلام ده اثبتيه. دليلي هيكون ضميرك اللي هتحكمه بعد ما اقولك كل اللي عندي وتتاكد انه مظبوط. واللي متاكده برضه انك مش هتوافق ابدا تاكل حق اليتيم ابني سعد وابن المرحوم فوزي الدالي اللي صمم انه يسميه على اسمك من كتر حبه ليك. اليوم ده كان فوزي عصبي جدا ومرتبك، جاله كام تليفون لخبطه كيانه، وفين وفين لما سمع كلامي ودخل ينام عشان يهدي اعصابه، وفجأة رن جرس التليفون، رن قلقتنا من النوم. ما ترد، ما تشغليش بالك، نامي نامي انت. انا ازاي بس في الازعاج ده دلوقتي؟ اسكت يا رشا. فوزي شكلك عارف مين اللي بيتكلم ومش عايز ترد عليه. ردت الميه بزور الكبيره. رشا نامي، انا مش ناقصك. اهو سكت اهو، خلاص ارتحتي؟ تخمدي بقى، اظن مفيش هدوء في الدنيا اكتر من كده، تخمدي. طب وانت مش هتنام؟ عدي ليلتك يا بنت الناس بدل ما عدي صوابعي في زورك. عدي ليلتك يا رشا وسيبيني في اللي انا فيه. انا مش فاهمه في ايه؟ مالك يا فوزي؟ مش لاقي لي كلمه من الصبح ليه؟ عملت فيك ايه كل ده؟ رشا بقول لك ايه؟ قلت لك ان انا مش ناقصك،
علي نعمة من نعمة ربي، لو ما حطيت لسانك في بقك وانكتمتي خالص لأكون مديشتش دماغك بالحجرين اللي انت طيرتيهم من نافوخي. وانت عارفة فوز التاني لما يقلب؟ عارفة ولا لا؟ عارفة. ألو. لا لا لا، مش نايم انا صاحي، مفيش قلق ولا حاجة. ايه كلمك تاني؟ وهو في الفيلا لوحده دلوقتي؟ انت متأكد؟ طيب ماشي ماشي، سلام. بعد ما قفل اللي بيكلمه الفار لعب في عبي، ولما لقيته بيبص ناحيتي عملت روحي نايمة. لقيته بيتسحب وبياخد التليفون ورايح بيه على بره، والشيطان صور لي ساعتها انه طلع يكلم حد من البنات الاسكارتة اللي كان بيعرفه. ما سمعتش المكالمة من اولها، بس لحقته هو بيقول: جهز الرجالة واستنونا على نص شارع المواردي من ناحية القصر العيني. لا يلا بسرعة، يا دوب مفيش وقت. بقولك ايه، اقلب للدنيا على البيت الثانية، هتقع معاكم، تكون موجودة قبل منكم. ايه مالكش صالح انت، نفذ اللي بقولك عليه يلا. ولقيته بيلبس وعايز ينزل. طب وثانية اللي سمعته بيطلب من رجالته يجيبوها له؟ ايه مطرت من السرير كده ليه زي ما كل دغيتك عربة؟ ممكن افهم انت بتلبس كده ورايح على فين؟ ارجعي فرشتك ونامي يا رشا بدل ما نيمك النومة الابدية كده. برضو يا فوزي الحق عليا اني سبت الولد مع خالته وجيت معاك على هنا عشان مهنش عليا اسيبك وانت متضايق وتعبان، تقوم تهزقني وتسيبني وتروح لوحدة تانية؟ ايه واحدة تانية؟ واحدة تانية مين؟ الست ثانية اللي طلبت من رجالتك انهم يجيبوها لك وتبقى هناك قبلك. كان أول مرة في حياته يمد إيده عليا فيها من يوم ما عرفته. بعدها خرج وعمل اللي عمله وسافر اسكندرية مع ابنك باسم. ها مصدقني ولا تحب أقولك أمارة تانية أنا شفتها بعيني؟ وعمري ما شفت فوزي الدالي قبل كده عملها قدامي. اللي هي ايه بقى؟ دموعه كان بيبكي زي العيل الصغير، لدرجة نسي اللي عمله فيا وجالي وترجاني اروح معاه الاستراحة. فوزي جرى ايه؟ هو انت تضربني وبعدين تيجي لحد عندي؟ اركب يا رشا. اركب ايه بس؟ واختي اللي قاعده فوق دي قلت لها هنزل اخد ودي معاك كلمتين وراجع على طول، اقول لها ايه يعني؟ رشا انا مش ناقص، انا اللي فيا مكفيني، ارجوكي اركبي يا بنت الناس، انا محتاج لك يا رشا، محتاج لك. مالك يا فوزي؟ فيك ايه يا اخويا؟ قولي مالك؟ انت بتعيط يا فوزي؟ وانا اللي ظلمتك وقلت ان لا يمكن ابدا هشوفك في يوم من الايام وانت مدمع؟ فضفض فضفض عشان خاطري قولي مالك. اول مره في حياتي اغلط في سعد ابن عمي. ازاي؟ حصلت خناقة كبيرة بينه وبينه قدام باسم ورفق عزيز. وانت ازاي تسمح لهم يقبضوا على ألفة ويحققوا معاكم بالشكل ده؟ جرى يا فوزي؟ ما توزن كلامك، بقى له ميزان ان شاء الله، ميزان الخوف والاستكانة. للدرجات العيلة بقت ضعيفة يا سعد؟
نتاخد زي المجبوهين ويتحط في ايدينا الحديد ونتعامل زي اي حد عادي كده. بعدين يا فوزي. لا بعدين ولا قبلين، انا جاي من مشوار جامد صد رد ولازم استريح شويه. فوزي تعدي على امن الدوله قبل ما تروح بيتك؟ لا لا يا سعد، انا مش هروح، واعلى مفخلهم يركبوه. انت رحت له لحد عنده بنفسك عشان ما ينامش وهو زعلان منك. عارف انا جيت لك ليه دلوقتي؟ قولي ليه؟ عشان تثبت لي انك احسن مني، وان انت الكبير على طول، وان انا اللي غلطت بحقك وتطاولت عليك قدام الناس، ومع ذلك جيت لغيط عندي برجليك عشان تقول لي انا سامحتك. فوزي، انا اللي خلاني اجي لك دلوقتي اكبر بكتير من الكلام اللي انت قلته، واقوى من صله الدم اللي بيني وبينك. انا عمري ما بصيت لك انك ابن عمي او شريكي اللي بيقاسمني في الربح والخساره. 38 سنة وإحنا في وش بعض، تعبنا وشقينا ووقعنا وقمنا ووقعنا تاني، ونمنا في الشارع في عز البرد عشان نحرز شوية الخشب اللي بنشتغل بيهم في المقاولات، وقبلنا عمليات بالخسارة، ووفرنا من أكلنا وشربنا عشان نقدر نقف على رجلينا في السوق ونقول لكل الناس إحنا هو. وقلبت المواجهة على بعض. لحد ما جالي وبكى زي ما قلت لك قبل كده. لسه شاكك في كلامي؟ تحب أقول لك فوزي الدالي عمل كده عشان مين؟ ألفت. مراتك. فوزي الدالي محبش في حياته حد غيرها. صدقني صدقني انا مقدره اللي انت فيه، بس انا مش كدابه. انت كل كلامك من اوله لاخره كدب. فوزي الدالي على الشريف ومات شريف، والست اللي انت بتجيبي سيرتها بلسانك اللي محتاج قطعه ده اشرف ست في الدنيا. انا قلت حاجه تعيب مراتك؟ انا قلت انها بتحبه؟ لكن فوزي الدالي، فوزي الدالي محدش غيرها. صدقني دي حاجه تجرحني وتوجعني اكتر ما توجع حد تاني. اكتر حاجه في الدنيا تجرح كرامه الست وتحسسها انها مذبوحه لما جوزها اللي بينام في سريرها كل يوم يبقى عقله وقلبه في حته تانيه. صدقني انا عشت متعذبه كتير، لكن لو كان عايش لحد دلوقتي فوزي الدالي انا مش عارفه كان ممكن اعمل فيه. اللي لو سمعت بني ادم مات عشان مش قادر يدافع عن نفسه، واللي لو سمعت ست شريفه عشان يوصل للفلوس مهما كانت قيمتها، يبقى احقر انسان قابلته في حياتي. واعملي حسابك محدش هيصدر لك غيري. انا ما بتهددش يا سعد بيه، ويكون في علمك لا انا هاخد حق ابني اليتيم مهما حصل. يا خساره، انا كان فكري ان انت بني ادم عادل، لكن طلعت ظالم. ما يهمكش حاجه في الدنيا غير مصلحتك ومصلحه عيله الدالي، شكلكم وبس. انا هاخد حق ابني مهما حصل ومش هخاف. اللي في قلعك انفضيه، طول ما انا عايش مش هتطولي مليم واحد من فلوس عيله الدالي. سعد فين كل ده؟ قلقانين عليك قوي مش عارفين نوصلك ازاي؟ ايه في حاجه؟ لا مفيش، اطمن. يظهر بس هبه عرفت موضوع خالد فتعبت شويه. ومين اللي بلغها؟ هي اللي سمعت ماما ورضا وهما بيتكلموا مع بعض. وهي فين دلوقتي؟ الدكتور اداها حقنه مهدئه لغايه الصبح.
شوفوا بقى، أنا اللي فيا مكفيني، وخلقي مش هيستحمل أي غلطة تانية من أي حد فيكم، حتى لو مش مقصودة. أنتم مش شايفين الدنيا معكسانة قد إيه؟ مش شايفين بير المشاكل والكوارث اللي قاعد يشدنا لتحت، مش عارفين نطلع منه؟ الصبح فضلت معاكي بكلمتين، ما يفضلوش جواكي لحد ما يدخل عليهم الليل. دي الوصية اللي وصيتها لك، بدل ما تاخدي بالك منها بتقضي عليها بإيدك. بتبصيلي كده ليه؟ مش انت سبب الكارثة دي ولا انا ببتدي عليك؟ لازم احارب بره البيت وجوه البيت عشان كل شيء يمشي تمام. كله هيمشي تمام ان شاء الله، بس حضرتك هدي نفسك. رايحة فين؟ انا فاضية وما عادش عندي فرصة تانية لأي حد من العيلة او من المجموعة اسامحه بيها لما يغلط تاني. وحساب الكبير عندي افظع من الصغير، ومن دلوقتي مش عايز اسمع غير كلمة حاضر. ان شاء الله هيحصل، مفهوم؟ رد عليا. ان شاء الله هيحصل. روح رضوى خلي عم ابراهيم يعمل كوباية ليمون ميه بسرعة. خليك لا ما تمسكش. سعد فهمني بس، فيه ايه؟ رفقي انا ما فيهاش خلق دلوقتي، لا طايق اكلم حد ولا اسمع حد. وانا من امتى بسيبك في الظروف دي؟ لا دلوقتي لازم تسيبني.